ايه؟ اوعى تقول لي حلم تاني، انت تنسى حكايه الحلم دي خالص. امال اقول ايه؟ تقول الحقيقه. ماشي، الحقيقه انه حلم. حسن، حسن، انت قاعد على القهوه سمعت ناس بتتكلم، قول لي اساميهم ما تخافش. طب بلاش، مش عارف اساميهم اوصف. القهوه ما حصلش فيها حاجه. يبقى في صالون الحلاقه بتاع والدك زبون طرطش كلام وقال. اقول لحضرتك ايه، انت كده بتضيع وقتك معايا، ما تدوروا احسن على الناس اللي حرقوا المصنع قبل ما يهربوا. وانت فاهم ان احنا قاعدين ساكتين؟ ده في فرقه في حاله ورا الموضوع ده، وانا واحد منهم. وانا بقى اللي طلعت من حظك ها؟ ده من حسن حظي. طيب حس كده بقى، انا هقول لك على كل حاجه بصراحه. وانا بقى مستني اللحظه دي من زمان. وانا في الفرح شربت كاسين، بعد الكاسين خدت حتتين لحمه، دخل عليهم صدر رومي مع شويه رز بالخلطه. طبعا تقلت، وانا لما بتقل مبقاش عندي استعداد اتكلم مع حد، ببقى عايز انام. فندم خد حسن بيه عشان عايز ينام. الله، هو انا هنام عندكم؟ امال انت فاكر انك هتنام في لوكاندا؟ يا خليل فندم، حسن بيه في اي بي، خمس نجوم يعني، فاهم؟ فاهم يا فندم، معايا محترف. طيب ما بلاش الفي اي بي دي ونخليها الف عين اهي، انا مع الكنبه هنا. ازاي بقى؟ احنا لازم نكرم ضيوفنا. يلا خليل. طيب ثانيه واحده خليل بقى، قدام في اي بي عشان انا تعبان. دراعك ده كده امسك خليل. ايوه كده خليل، اوطى خليل شويه اهو. جرع خليل، يلا بينا. مالك يا خليل؟ تفكر في ايه؟ قولك للحقيقة فيه سبع فوائد. أولا، ترضي الله والرسول لأن الرجل الصادق يدخل الجنة والكاذب يدخل النار. ثانيا، تخدم وطنك وتمنع عنه كيد الأعداء والطامعين فيه. ثالثا، تحمي نفسك من بعض الإهانات التي قد نلجأ إليها مضطرين. يا حسن. سمعت ان متورط في قضية كبيرة. يابا الحكاية اكبر من كده. انا سمعت من مصدر موثوق بيه انه عامل تنظيم. الحكاية غير كده خالص، اصله هدد واحد من مباحث امن الدولة ولخبط معاه في الكلام، والظاهر كده انه طلب انه نشغلوه. قالوا له احنا مالنا؟ اهو هيتربى وخلاص. انا بقول نعمل معاه واجب. اي حد هيسأل على حسن هيشرف معاه. حاكم الجماعة بتوع المباحث دول عاملين زي مصيدة الناموس، اللي يقرب منهم لازم يتلدع. بقول لكم ايه؟ ادعوا له ان ربنا يفك الشيخ نحس. صباح الخير يا انسة هناك.
احنا من مباحث امن الدوله. اهلا وسهلا. خطيبك حسن بهلول عندنا. طب وانا هعمل ايه؟ اذا كنت تحبي تشوفيه احنا ما عندناش مانع. لا ما عنديش مانع. تمام يا فندم. انت اللي جابك هنا؟ عايزين منك ايه؟ دي بره الموضوع خالص، بلاش دعوه باي حاجه. انا دلوقتي بس صدقت كل كلمه بتتقال عليكم. انا عايز النيابه. عايز لجنه دفاع عن الحريات. انا عايز ابعت الاعراف رئيس الجمهوريه. انا عايز سم اشربه قبل ما اشوفه هي بتتعرى قدام عينيا. يا حبيبي يا حسن، قد كده بتحبني؟ بحبك ده ايه؟ ده وقت حب، ده دي داخله على مشرح. نسى هناء، ممكن حضرتك تروحي دلوقتي، احنا مش محتاجين لك في اي حاجه. نعم. على هنا الكلام ده؟ طب ما هي هتطلع من هنا تخش اوضه تانيه. يبقى افتح الشباك وبص عليها في الشارع، هتلاقيها ماشيه بكامل حريتها. انسه هناء، حضرتك جيتي هنا مكرهه ولا بارادتك؟ بارادتي يا حسن، عشان كنت عايزه اطمن عليك. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ الانسه طلبت انها تشوفك علشان تطمن عليك. انا هسيبكم مع بعض شويه. هتعملي لي فيها سين وجيم؟ مش كفايه السيد المقدم اللي عامل لي فيها جيمس بوند؟ اه والله شفت له مسدس عامل فيه جيمس بوند وهو عامل نفسه ذكي، هو لا بيفهم حاجه على قده. خليكي حلوه امال. ايه؟ في ايه؟ في كل خير. انت هتعمل ايه؟ عامل اللي نفسي ونفسك نعمله من زمان. فين؟ احنا في أأمن حتة في البلد. نحن في أمن الدولة. لو كان عندي عربية كنا رحنا المطار. لو جيت عندنا البيت وضحتك هتبقى بدلاجل. لو جيت عندكم البيت أمك هتبقى قاعدة زي قرد قاطع. خلاص بقى يا حسن كفاية. كفاية. دي فرصة مش هتتعوض. حسن كفايه حتى يدخل. ايه ده؟ بقى هي دي اللي انتوا جايبينها عشان تستدرجوا في الكلام؟ اما هي بتستدرج اهي. وقفوا التسجيل وبلاش كلام فارغ. يا فندم ما هو ممكن يتكلم بعد اللي بيحصل ده. اللي بعد كده لا يمكن يبقى كلام. وقفوا التسجيل. ولا انتوا عايزين تتفرجوا؟ حاضر حاضر يا فندم.
طيب كويس. قبضوا على اللي حرقوا المصنع يا حسن. الله هايل. نروح احنا بقى؟ لا انت هتنسنا شويه. ايه الانسه ممكن تروح؟ عندك اقوال تانية يا فرج؟ لا يا فندم. طيب امضي على اقوالك لو سمحت.